التمرير للبيبيتا بيبيتا 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 ولكن يتدخل اندريولي اندريولي يقف امام بيبيتا اللي صب جاء غضبة من خلال كرة مشتركة يتعرض من خلال البيبا لإصابة يتوقف اللعب سلامات للبيبا إصابة يتعرض لها إيغواين لم يبقى سوى القليل على كأس العالم يا بيبيتا عليها إصابة بالغة لغونزالو إيغواين صاحب 17 هدف مع فريق نابولي هذا الموسم في مباراة الذهاب سجل هدف من الأهداف الأربعة هو هدف وسجل مارتينز والتيمايلو كاليخون وغوران بانديف ضيع ركلة جزاء في مباراة شهدت ستة أهداف ثنائية الإنتر كانت عن طريق كامبياسو وناكاتومو اليوم افتقدنا لهدف لم يسجل لنابولي ولم يتمكن من توقيع الانتر إيغواين يتألم وأكيد مدرب السابية مدرب الأرجنتين ذكر مع كل مباراة للاعبي المنتخب الأرجنتيني يتباهى وسط خوف وخشية كبيرة من الإصابات بانديف بانديف يستعد للدخول غوران بانديف اللاعب المقدوني يتاهب يستعد للدخول إيغواين يغادر الملعب مكرها واكيد الخوف من جانب جماهير نابولي لو تكون له اصابه بالغه وتحرم البيبا من نهائي الكاس من خوض فينالي كوبا ايطاليا هذا ما يخشاه دي لاورنتس وعشاق فريق الجنوب فاخر الجنوب يبحث عن هدفه امامنا بانديف لاعب سابق للانتر كان فيه لاعب سابق لعب مع الانتر من عام 92 لغايه عام 94 وايضا يوغسلافي وبعدها اصبح مقدوني بعد تفكك يوغسلافيا اسمه داركو بانشيف كان لعب مع فريق النجم الاحمر بلغراد